ابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، ارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع انطلاقه الشوط الخامس الخاص بفتح الحول. المحليات اللاصايل من مسافه 8 كيلومترات هي مسافتي. هذا السباق اسير مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، مشكوره من هجن الرياسه البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، ياتي مع مشكوره على هذا الانطلاق. وهنا التوقيت الافضل 12 دقيقه 35 ثانيه وتوقيت الشاهنيه من مؤسسه هجن الرياسه، قدمها المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري من قدم هذا الاسم وقدم التوقيت الافضل في هذه الفتره المسائيه حتى مسيره شوطنا الخامس الحامل لحول المحليات الاصايل. مقدمه الشوط مشكوره، المركز الثاني هملولة تأتي على المركز الثاني من هجن الرياسة والمضمر صالح بن سعيد بالعرج المري، بينما المركز الثالث هنالك شواهين من مؤسسة هجن الرياسة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع من الجانب الأيمن هنالك شعار سمو الشيخ محمد بن المر مكتوم المكتوم سعيد بن سالم بالمر السبوسي، من يتابع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع هملولة على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك تواجد وانطلاق من قبل شواهين من مؤسسة هجن الرياسة، يتواجد البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز السادس هنالك القادمة على سادس التحديات والانطلاق شواهين أم الشاهنية من هجن الرياسة، يتواجد المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم الشاهنية، بينما الأسماء القادمة هنالك سلهودة لصاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة الحميري من يقدم لنا هذا الاسم، اسم سلهودة. المركز السابع من الجانب الأيمن أم ثامن التحديات هنالك شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان، يتواجد المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي من يقدم لنا هذا الاسم على هذا الانطلاق والاندفاع القادم بهذا التحدي مع الشاهنية. المركز التاسع هنالك شواهين من هجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وأيضا القادمة على مستوى المركز العاشر مشكورة من مؤسسة هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، يتقدم الآن على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى التي تأتي بمسار وتحديات هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول والاندفاع الأول. يا سلام، من غيرت الأمور، من سارت للمقدمة، من استلمت القيادة، من استلمت الريادة. إنها مشكورة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، يقدم لنا مشكورة الانطلاق الأول. أول الباحثين عن الناموس، أول الباحثين عن الفوز والانتصار. وصل البروفيسور يتقدم من الجانب الأيمن ويقدم لنا مجموعة من الشواهين، مجموعة من المقاتلات من مؤسسة هجن الرياسة شواهين ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث الشاهنية تتقدم الآن بشعار هجن الرياسة وبعزبته هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل في عالم التضمير أبو ذياب. المركز الرابع شواهين من هجن الرياسة أيضا بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، أحد الأسماء المميزة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، يأتي هنا مع هذا الانطلاق الجميل. أربعة مراكز أولى بدأت تنفرد بالصدارة، بدأت تنفرد بمقدمة الشوط مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات، و
وهنا كوكبة رباعية على مقدمة الشو. المركز السادس أم المركز الخامس من وصلت الآن وانضمت إلى خامس التحديات شواهين من مؤسسة هجن الرئاسة، ويتواجد المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا ثلاثة أوراق رابحة في مسار هذا الشوط. المركز السادس من الجانب الأيمن تتواجد الشاهنية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم العيناوي. المركز السابع تقدمت سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة الحميري، يتقدم الآن على مستوى المركز السابع. المركز الثامن هنالك هملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم بالمر السبوسي، ولكن وصلت وبرة، ومرحبا بقدوم وبرة من هجن الرئاسة الخبير عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يقدم لنا وبرة التي بدأت بالانطلاق وبدأت بالتسلل من المراكز المتأخرة إلى أن تلحق بركب المقدمة. وأتابع أيضا هنا وصلت هملولة من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري، من يقدم لنا هملولة وقدم الأسماء المميزة والجميلة. المركز التاسع هنالك مشكورة من هجن الرئاسة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز الرابع هنالك سلهودة أيضا بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة، من يتابع انطلاق سلهودة، من يضمر سلهودة ومن يساير سلهودة على المركز العاشر. هذه النتيجة وندائنا الثاني لمسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى جسر العبور، إلى جسر التحديات، إلى جسر النواميس، ومن أول العابرات يا سلام الشاهنية وشواهين ومشكورة، ولكن شواهين أول العابرات مع هذا الجسر، مع جسر العبور شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، اسما عانق الذهب كثيرا، اسما عانق النواميس كثيرا. يتقدم الآن أبو محمد على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني مشكورة أيضا قادمة لا تقل أهمية عن شواهين، وصلت بشعار هجن الرئاسة بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز الثالث انضمت الآن شواهين، ومن الجانب الأيمن الشاهنية باختلاف المضمرين، والشعار هو شعار مؤسسة هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وأيضا وبره القادمة انضمت على المركز الخامس وبرة من هجن الرئاسة المضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يتقدم الآن على مستوى المركز الخامس. خمسة أسماء مميزة ترتدي شعار هجن الرئاسة باختلاف المضمرين، القيادة مع البروفيسور، المتابعة مع البارع، وهنالك المستحيل وهنالك الخبير. 2 كيلومتر ما تفصلنا عن خط النهاية، ما تفصلنا عن الناموس، الإثارة مبكرا، التحدي مبكرا، لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلقت الذلل الأصايل إلى مقدمة الشوط. المركز الأول غيرت شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الشاهنية، الله المستحيل، يتقدم الآن صاحب التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم، يا سلام. المركز الثالث هنالك مشكورة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، ووصلت هنا، وصلت شواهين. حذاري من شواهين، وحذاري من مضمر شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يصل هنا على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا شواهين من هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الشاهنية وصلت الآن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وهنالك مشكورة أيضا من هجن الرئاسة يقدمها لنا البارع، وهنالك وبرة بقيادة الخبير من هجن الرئاسة، ولكن الصدارة المقدمة الانطلاق الأول. يا سلام
سلام يا سلام. شواهين شواهين تستفتح الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الأسماء متقاربة بعضها من البعض على الصدارة من أجل الفوز، من أجل الانتحار لنحو ذلك الناموس المميز. انطلقت الآن شواهين بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتقدم الآن، ينطلق مع انطلاق شواهين. الشاهنية، الشاهنية تشكل الخطر على المركز الثاني من هجن الرياسة. يتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، ولكن وصلت شواهين لتساند شواهين على المقدمة من هجن الرياسة. يقدمها المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الجولة الأخيرة، جولة التحديات، جولة الأوامر، جولة النواميس، جولة الفوز والانتصار. شواهين 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 وشواهين على المركز الأول والمركز الثاني، سيطر على مقدمة الشوط احتلالا للمراكز الأولى. شعار هجن الرياسة يقدم لنا هذه الأسماء الجميلة، الأسماء المميزة، البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. لك التحية، لك الاحترام، لك التقدير يا البروفيسور يا الوهيبي. سلام على هذا الأداء، سلام للرياسة، سلام للرياسة وعشاق هذا الشعار الملكي. تهانينا والناموس على فوز شواهين بالمركز الأول وشواهين بالمركز الثاني، ومشكورة ثالثا ورابعا الشاهنية، وخامسا شواهين، أيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس. لحظات الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شواهين من مؤسسة هجن الرياسة قدمها البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا نلاحظ التوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت شواهين. المركز الثاني وصلت مشكورة وشواهين، كان الدخول جماعي 12 دقيقة 42 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمضمر مشكورة عيسى بن أحمد المايدي الخيالي، وأيضا تهانينا والناموس لمن قدم شواهين البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الناموس لمؤسسة هجن الرياسة وللمضمرين، تهانينا والناموس. Yeah.